بالنسبة للجديد، الجديد عندي في عليه أكثر ما هو إنتاج، لأنه في الصيف كيف ما عرف الكل أن في الصيف كانت قلة مهرجانات بالنسبة لي، لكن كنت كنوجد السهرات في خلال من شهر 11 إن شاء الله بداية العيد الوطني ديالنا، طبعا ديال عيد المسيرة الخضراء، غادي يكونوا جولات خارج المغرب، إسبانيا، أمريكا، يعني أوروبا وأمريكا إن شاء الله. وموعدنا إن شاء الله في نتمنى نشوف سلطانة خارج الوطن إن شاء الله بعون الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.